تابعين حلقتنا ومرحب بضيفنا اليوم الممثل والاعلامي عماد فغالي. عماد صباح الخير. صباح النور. اول شيء انا بهنيكم على هذا النشاط انكم بعيقنا هالقد بكير. هلا انت بتوعى بكير. انا بوعى بكير بس إيه؟ بس مش بكير قدنا. لا اكيد. طب ليش ما عم توعى بكير عماد؟ ليش عندك مشكله عم تسهر يعني؟ لا لا عم بتقل عشاء. عم بتقل عشاء. اكثر من عشاء. كيف يعني اكثر من عشاء؟ انه عندك عشاء على السبعه، عشاء على 11، حسب يعني. انت ما تسمي عشاء على السبعه، قول سناك. انت ما تعتبر حالك عم تتعشى اكثر من مره. بكون هامبرجر مثلا. طب هالمواضيع عم بتناقشها يعني؟ ما بعرف، مواضيع الصحه كمان عم بتناقشها. بدنا نحكي عن برنامجك الاذاعي الجديد اسمع مني على صوت لبنان. مزبوط. صح؟ بتناقش مواضيع تعنى بالرجل. بالرجل. بالرجل اكثر شيء. يعني مواضيع صحيه. اللايف ستايل. هلا اكيد في مواضيع صحيه بس هي مواضيع اكثر لايف ستايل، اشياء شوي جديده على الاذاعه. احنا على البروجرام هو مورنينج شو بالراديو، بس عاده اللايف ستايل ببعده عنا شوي بالاذاعه لانه هي بتكون بحاجه اكثر لصوره. صح. مثلا بنشوف صوره بنعلق عليها. مزبوط. هون احنا ما في صوره، فبيكون معي اختصاصي ضيف كتير مطلع بمجال شغله لانه انا كمان بروجرامي ويكلي يعني. ووقته طويل 45 دقيقة، فبنحكي عن قصص بتاعنا بالرجل واكيد بالمجتمع عامة يعني. بس انا التارجت تبعي اوصل مع الضيف على قصص لذيذة تهم الرجل، لانه بنعرف بهذا الوقت كمان بيكون في كتير رجال على الطريق والاذاعة. اكثر شيء يمكن مستمعينا بيكونوا الاشخاص اللي عم بيسوقوا وعلانين بعجلة السير يلي هو وضعنا بلبنان. هلا ما ساوي من مال بس اجابه لك مثلا من مال ثاني. طيب عماد، نص المليان من الكبايه. عماد، بنعرف انه الاذاعات عاده وخصوصا بالبرامج الصباحيه بتتوجه اكثر للسيدات والنساء اكثر من الرجال. اول شيء مخاطره من الاذاعه من صوت لبنان، ومخاطره منك انه تاخذ هيك برنامج او مغامرة. هلا هن حبوا، هن الفكره فكرتهم بس الاعداد اعدادي عم بيكون. هني حبوا يعملوا يعني يقسموا برامجهم انه تتوجه لكل الناس، وطلبوا مني هذا الشيء. بس انا عبدمه بطريقتي لانه انا بالاساس ممثل، عندي تجارب تقديميه بالتلفزيون بس اول مره بالاذاعه، فحبيت خوض هيدي التجربه واللي هي كمان بالاول استصعبتها، مع انه بيقولوا لي ما بين على الهواء لانه عندك هذا الوقت اللي ما في يكون فيه تامور يعني. صح. انه يكون في سكوت او سيلانس على الهواء، وبذات الوقت ما بدك تكوني عم تقولي بلا بلا بلا، بدك تعطي معلومات مفيده لانه هيدا التارجت تبع البروجرام. فانا بالنسبه لي مش مخاطره لانه بحب التحدي، بحب اتحدى حالي حتى بالادوار اللي بمثلها. بختار الادوار او بالاساس يعرض علي ادوار عاده صعبه، وانا بختار منها الاصعب لانه بحب اعمل ادوار مركبه. فكيف تبقى اذا جينا على مطرح جديد؟ مطرح جديد ما هي افونتاج لك، مطرح جديد افونتاج لي بس بذات الوقت لانه لازم اشتغل على حالي طبعا حتى اكيد. انه كيف مقسمه الحلقه عماد؟ يعني هي بتتناول موضوع واحد خلال الحلقه وبتناقشوها، بكون في كذا كذا قسم، كيف بتكون الحلقه؟ الحلقه اكيد هلا في بقلب الحلقه بريك طبيعي، بس الحلقه انا بحط اذا بدي كوندكتور الحلقه من اولها لاخرها، بكون بدي اوصل لمطرح معين مع الجاست، نشتغل عليهم لحتى نضوي على التوبيك او الموضوع اللي عم نحكي عليه من اوله لاخره. هلا مرات بيكون الجاست هو بحد ذاته ماده دسمه يعني، بنبلش بحياته كيف بلش، مثل مثلا اذا عم نحكي مين عندك هالجمعه؟ هالجمعة عندي مازن كيوان. اوكي، رح نحكي عن الرقص، عن التانجو، عن الرقص مع الرجال. عم نحكي يعني رح فوت بالموضوع اذا بدك ليش في عنا شوية تابو بالرقص مع الرجال، لانه يمكن نحن براسنا بيكون في انه الرقص قال شيء ما بيبرز رجولية الرجل، ففينا نضوي على القصص اللي شو بيقدر يعمل دانس او اكتيفيتي الرجل وهي بذات الوقت بتبرز رجولته يعني. ما ضروري نروح على القصص الثانية اللي لما منقول رقص بيضوي براسنا غير افكار يعني. ومنروح اكثر للسيدات والنساء والصبايا هن اللي بيرقصوا يعني. الرقص هو 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 في شخص والبارتنر تبعه يعني شاب وبنت يعني. ما فينا ما فينا نوصل فور تانجو. طيب عماد، وقت قلت انه باول حلقه كنت شوي هيك ملبك، كيف تلبكت؟ خبرني كيف كانت تجربه اول حلقه على الاذاعه، خصوصا انه ما عندك تجربه اذاعيه قبل؟ لا مباشر بس كانت لايف. اكيد هو كله لايف البروجرام لانه اكيد في اتصالات وفي واتس
اب بناخذهم. اول تجربه اخذت معي 3 دقائق لطلعنا على الهواء، استلمت استوديو على 10:30، 10:23 دقيقه طلعت على الهواء، فكان عندي بس 3 دقائق لحتى اعرف انه اذا ضوى هذا اخضر يعني في اتصال، انه هذا الواتساب بيشتغل هيك وكل هول التفاصيل. بس انا بحب الدفي، بحب التحدي. وساعدت اول جاست كانت كمان صديقه، وهي هي بيرسونال ترينر بالجيم، فكان الموضوع السبور، وانا نقيت انه تكون الترينر صبيه لانه بهمني اشوف نظره المراه للرجل بالسبور، بتشوف قصص فيه مثل الديزاينر يعني بيشوف موضوع يعني. موضوع صحيح بخص الرجال بس من وجهه نظر السيده. هي انا المواضيع اللي عم يعني اللي عم بحاول اطرحها ما انا مواضيع جايه من المريخ، بس دائما البرسبكتيف او طريقه كيف بتطرح الموضوع بطريقه الخاصه، يعني هي ذات الكادر او ذات اللوحه فيك تتصوري قدامها، بس من اي انجل بتفرق. انا بس بيفرق عندي الانجل يعني، وبجرب قد ما فيي انه اطرح مواضيع تشبه المجتمع اللبناني، لانه هيدي شغله كمان كثير بحبها انه نكون بنشبه حالنا، ما نكون بنشبه غيرنا، وبذات الوقت ما نوقع بشيء اسمه اذا بدك كليشيه وسفاهه بالقصص، لان مرات دينه المستمع بتنأذى من قصص بينقالوا. وانتم بتعرفوا انتم كاعلاميات كمان قد ايه عندكم مسؤوليه، يعني كل شيء انتم بتقولوه العالم بتصدقه. ونحن عندنا تلفزيون، انت دورك اصعب، نحن فينا نلهي بالصوره، انت ما عندك صوره تلهي فيها. بس ما قلت شو المشكله او شو هيك التريك الصغير يلي صار على الهواء، صار شيء معك على الهواء هيك؟ لا انا شيء مش معود عليه، او شيء مش معود عليه اتصال، سؤال غريب محرج ما بعرف. لا الاسئله انا عم بحطها. لا بصير مرات انه انا بكتب الاسئله قدامي. هلا باول حلقه ما كنت كاتبهم إناف، كنت معتمد على ذاكرتي اذا بدك. بصير في براسك عم ترجعي على ذات السؤال، وترجعي على ذات السؤال، بتصير انت بدك تقولي انه لا طب ما في شيء نحكيه غير هذا. طب وين هذاك السؤال الثاني؟ السؤال اللي انا قبل بالي كنت عم فكر فيه. تعلمت من اول حلقه انه كل شيء بيخطر على راسي من اسئله انا عم بحضر الحلقه اكتبه كله قدامي وبحط. مع انه ذاكرتك لازم تكون منيحه، انت ممثل وبتحفظ سيناريو اكيد، بس بذات الوقت نحن عم نحفظ ومننسى بسرعه، يعني احنا بنحفظ كثير ومننسى كثير، بتصير الميموار تبعنا ذاكرتنا تمحي قصص تمحي قصص، لانه وين بده يكون في بعض مجال نتذكر نقدر نحفظ اشياء جديده يعني، فبنصير ندلت يلا فايلات منشيلهم ومنكبهم. اوكي عماد، قلت قديش انت كمان عم تستفيد من عماد الممثل، لا يمكن هالخبره اللي اكتسبتها بالتمثيل تطبقها من خلال هو كاركتر يعني عم بكون شوي هيك فاني البروجرام بطريقه انه ما نكون ما عم جرب ما اكون مدعي يعني اذا بدك، لانه انا بالنتيجه بس هلا عم نسمعك على الاذاعه، بس اشتقنا نشوفك على التلفزيون. يعني اخر امل عمل قدمته انا كمان كان حياه سكول. انا كمان اشتقت لحالي. اشتقت لحالي على التلفزيون. شو الاسباب؟ اشتقت لحالي على التلفزيون، حطيت فيديو بحضر حالي. نعرف الاسباب بس يعني خلينا اقول شو الاسباب، ليش هلا عماد ما عم نشوفه مع انه في كثير اعمال عم تتصور؟ هلا ليكي في عده اسباب. اول شيء اللي انعرض علي ما كان بيزيد شيء على اللي عملته، فانا ما بحب انه اعمل ستاب تكون ناقصه شوي، بلس انه مرات ما عم بينعرض علي، وبعدين شوي بفوعه الاعمال المشتركه الممثل اللبناني اللي هو جماهيريا منه كلاس ما بياخذ حقه، لانه عم بيكون العمل كلاس جماهيريا بس من 3 دول. ومرات ما عم بيكون الممثل الكلاس بلبنان بالعمل دور اول، مرات بيكون دور ثاني ام ثالث، فنحن اللي جماهيريا اقل وحلو واحد يعرف قيمة حاله يعني كمان. هيدي شغلة مهمة، ما واحد بفكر حاله مبوخر وهو كتير مهم. مبوخر كتير مهم الكلمة كمان مبوخر. عرب لي مبوخر. يعني براسهم في جال خس وكل يوم بيسقوا. ففي عالم انه نحن شوي اذا بدك كنا متضررين، بس كنا متضررين من هيدي الاعمال، انه لما بيصير العمل مشترك اللي منه جماهيريا كلاس عم بيكون متضرر، لانه ما عم بيتفكر فيه، لان بدهم اسم اكثر يبيع ويكون قادر اسم كبير يقدر يحطوه حد الاسماء الكبيره اللي هي يوجولي سوريه ومصريه يعني. مع انه كمان في وجهه نظر ايجابيه حول هذا الموضوع. هلا اكيد الممثل اللبناني مهم، والممثل اللبناني عم بيطلع على العالم العربي. صح. بس انا بس تعليقي بيكون صغير انه تكون الخلطه منطقيه، يعني لما بيكونوا من ذات العائله ليش الخي واحد مصري وخي تاني سوري؟ عائله مصريه، عائله سوريه، عائله لبنانيه عايشين بمطرح بقتنع، بس انه عائله وحده فيها لهجه سوريه ولهجه لبنانيه ولهجه مصريه، هذا مش موضوع. وعايشين بزيمبابوي، عرفت؟ وصل المساج. يلا نشوف مشهد، نشوف مشهد. يلا ما تكسالي، قلت لك خلص ما صار شيء، انسى. بس فهمت انا شو كان قصدي؟ لا معك حق، كان لازم اقول لها انه انا وياه تركنا وانه الموضوع دغري،
بس ما بتعرف الناس. لكن هي الموضوع معي أنا. خلص عن جد ما صار شيء، انسى. سوري. بتعرف؟ مش حابة ارجع على البيت. عبالي ابقى معك للصبح. عم نشوف فايزان رجع رجع اقول هذا المشهد كنا 4 وجه الصبح عم نصور. كيف قادر تحبها على 4 وجه الصبح؟ منيح بس الطريق كانت هاديه، هيدي ظروف مثاليه للتصوير. ايه الطريق كانت هاديه بس كانوا قاطعين طريق لانه هون بيصير في اكسيدون بهذا المشهد. فاضطرينا نصور الاكسيدون قبل لانه اكيد كان معنا الصليب الاحمر والدرك وهيك فبدوا يمشون للشباب. صورنا الاكسيدون، اخذت شاور لانه كان في كثير دم وحاله حاله، ورجعنا لبسنا الركورد الثاني ما قبل الحادث. ما قبل الحادث، هذا ما قبل الحادث كان على 4 وجه الصبح. يعطيك العافيه. بونوي بونوي. طيب عماد، نحن من لكينا هلا سلطنا الضوء على برنامجك الاذاعي كل ايمتى واي ساعه؟ كل اربعاء على 10:30 على صوت لبنان. وانا يعني اكيد انا بشكر كل الضيوف اللي انه كان عندهم ثقه فيي. بتعرفي لما مرات بيقولوا لحدا حدا بيطلب حدا يكون ضيف عنده اذا ما عندهم ثقه بالمذيع ما بيطلعوا. فانا بشكرهم انه كان عندهم ثقه فيي وكلهم بمجالهم كلاس آه هنا. ضيوف كل اللي مرقوا وان شاء الله كل اللي رح بيكونوا جايين. ويلا ان شاء الله نرجع نشوفك قريبا بدور بيليق فيك عماد كمان على شاشه التلفزيون. اوكي عماد، اهلا وسهلا فيك عماد. نحن معك بكون عم نختم الحلقه، بيبقى بس نعرض تقرير رياضي وكافه التفاصيل الرياضيه بلبنان والعالم العربي. بكره موعد جديد مع اخبار الصباح، كونوا معنا. باي. ستكون الأضواء مسلطة على انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التي ستجري في خضم أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة يوم الجمعة المقبل، لكن المفتاح الحقيقي لمستقبل الفيفا سيكون في وثيقة تحمل عنوان غير جذاب وهو مسودة النظام الأساسي. وتم وضع الوثيقة على مدار من أشهر الماضية وتشتمل على اقتراحات لوقف الفضائح التي جعلت الاتحاد المسؤول عن اللعبة الشعبية الأولى في العالم يواجه أكبر المخاطر منذ عقود. ويتمثل التحدي الأبرز في التحقيقات الجنائية التي تجريها الولايات المتحدة وسويسرا وأدت لتوجيه الاتهام لعشرات من مسؤولي كرة القدم بسبب الفساد، والعديد منهم رؤساء سابقين أو حاليين لاتحادات محلية أو حتى قارية. وواصل مدعون أمريكيون وصف الفيفا بأنه ضحية لشخصيات فاسدة، لكن إذا تم توجيه اتهامات جنائية للفيفا كمؤسسة فإن الرعاة ومجموعة الشركاء ربما يرفضون الدخول في أعمال تجارية معه. لكن هذا ليس هو مصدر القلق الوحيد، ففي الشهر الماضي عاد الحديث بين الفرق الأوروبية البارزة عن تأسيس بطولة الدوري الممتاز الأوروبي، بالإضافة إلى الشكوى من الوقت الطويل الذي يقضيه اللاعبين مع المنتخبات الوطنية. وتعتمد بطولة المنتخبات الوطنية على مواعيد يتم الاتفاق عليها بين الفيفا والأندية والتي تلتزم بانضمام لاعبيها لمنتخبات الوطنية في أوقات معينة. وإذا تراجعت الأندية التي تسعى دوما لزيادة فرص خوض مباريات ودية حول العالم تدر عليها أموال، إذا تراجعت عن اتفاقها مع الفيفا فإنه هذا سيدفع كرة القدم الدولية نحو فوضى عارمة. وظهرت حالة استياء مماثلة في تسعينيات القرن الماضي عندما زادت الانتقادات الموجهة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبرازيلي جواو هافيلانج رئيس الفيفا في ذلك الوقت. وتقدم الاتحاد الأوروبي للعبة بمقترحات تتضمن زيادة قوة الاتحادات القارية وشغل منصب رئيس الفيفا بالتناوب وقصر مدة تولي المنصب على 4 سنوات هي فترة لإعداد التنظيم نهائيات كأس العالم. وفكرت أندية بارزة من بين ميلان ومانشستر يونايتد في تشكيل جبهة لدعم فكرة تأسيس بطولة دوري أوروبي ممتاز، ووجد اللاعبين الكبار أنفسهم في مأزق بعد ما رفضت الأندية انضمامهم لمنتخبات بلادهم. ورد الفيفا بتهديد الاتحادات المحلية والأندية واللاعبين بالإيقاف إذا ارتبط اسم أي طرف منهم بالبطولة المقترحة، وأنهى الاتحاد الأوروبي للعب هذا التهديد بإعادة تنظيم بطولته القارية. إلا أن الفيفا بيت يواجه الآن تحديات مماثلة بالإضافة إلى خطر التلاعب في نتائج المباريات من قبل مجموعات مراهنات غير قانونية، وذلك في ظل محاولة المؤسسة التخلص من سلسلة من الفضائح التي أدت لإيقاف ساب بلاتر رئيس الفيفا ل8 سنوات بسبب انتهاكه لميثاق أخلاقيات الاتحاد الدولي، وهو ما ألقى بظلاله على عملية منح حق استضافة 3 نسخ على الأقل لنهائية كأس العالم. لذا فأنه يبدو من الواضح أنه ليس بوسع الفيفا تحمل أي إصلاحات خاطئة.
جيروم تشامبين أحد المرشحين الخمس في انتخابات رئاسة الفيفا قال إذا لم يكن الفيفا قويا فسيسيطر على كرة القدم العديد من الأشخاص الذين لا يهتمون باللعبة ويريدون استخدام الرياضة لأغراض أخرى سياسية وتجارية أو حتى إجرامية. وتتضمن الإصلاحات المقترحة وضع حد لفترات بقاء كبار المسؤولين في مناصبهم لتفادي تكرار ما حدث مع بلاتر اللي استمر قرابة 18 سنة على رأس السلطة في المؤسسة بالإضافة إلى الإعلان عن رواتبهم. وستسعى تلك الإصلاحات وبشكل أكثر تعمقا لسحب مسؤولية اتخاذ القرارات اليومية من الممثلين السياسيين للاتحادات المحلية، وستوكل تلك المهمة لمجلس جديد يسمى مجلس الفيفا يتألف من 36 عضو ومن بينهم 6 سيدات على الأقل، وسيتولى وضع استراتيجية شاملة لعالم كرة القدم. وستنتقل عملية الإدارة اليومية للفيفا إلى أمانة عامة جديدة تتسم بالاحترافية وتشبه مجلس إدارة شركة تجارية، وستخضع الأمانة العامة مثل مجلس الفيفا لإشراف لجنة مستقلة للمراجعة والامتثال. وزادت المقترحات من الأعباء الملقاة على كاهل الاتحادات المحلية والقارية لضبط إيقاع العمل ومراقبة الوضع بداخلها. وينظر إلى الاتحادات الأعضاء في الفيفا والبالغ عددها 209 اتحاد والتي تمتلك القوة في الجمعية العمومية وتصوت لاختيار الرئيس باعتبارها جزء أساسي من المشكلة. وأغلب من وجهت لهم الولايات المتحدة اتهامات ارتكبوا جرائمهم المزعومة أثناء قيامهم بمهام مناصبهم في اتحاداتهم المحلية أو القارية. وقال جاريث سويني وهو باحث في مجال الشفافية لوكالة رويترز اللوائح المقترحة تتعلق عامة بمدى التزام الاتحادات القارية بلوائح الفيفا لكنها لا تفسر على نحو كاف كيف يمكن للفيفا الإشراف على الاتحادات القارية ومعرفة مدى الالتزام الاتحادات المحلية. واشتكى سويني أيضا من قلة عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الفيفا والذين سيتم انتخاب أعضاؤه من قبل الاتحادات المحلية. وأشار إلى أن فشل الفيفا في تنظيم مناظرة بين المرشحين الخمسة في انتخابات الرئاسة التي ستجري 26 فبراير شباط الجاري رغم أن 3 منهم يرتبطون بعلاقات سابقة أو حالية مع الاتحاد الدولي للعبة يوضح مدى الافتقار للرغبة في الإصلاح.